صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدي وجه الرسالة. بطلب من كل أهالي صغرتا ومن المجرير تبع بيت سليمان فرنجية، سليمان توني فرنجية، يا مجرير اسمعوا هالشاب اللي اسمه شرب النحاس، عمل بوليتكنيك بفرنسا، يعني بوليتكنيك يا شباب يا بنات، يعني MIT بأمريكا، شو عم تحكوا أنتو؟ وهو من اليساريين اللبنانيين والمثقف العربي، من أهم المثقفين العرب، ما حدا بيشك ده بعروبته ولا بوطنيته. اسمعوا شو عم بيحكي، كأني أنا عم بياخد كلامي اللي أنا عم بحكيه. تحية لشعب سوريا البطل، تحية لهالثورة المجيدة، هي مثل الميلاد المجيد، نفس الشيء، ضد هذه العائلة الطائفية الإرهابية المجرمة، نظام الاستبداد والعسكري والأمني تبع بيت الأسد بسوريا. تفضلوا اسمعوا شو عم بيقول ومنرجع نحكي بعدين. عملية مشبوهة من الأساس. طيب هذه ليش بتمرق؟ خليني أخذ مثال صغير، معلش. في الكيان الصهيوني، دولة إسرائيل، ما هيك؟ برفض كلمة كيان صهيوني، دولة إسرائيل. حال ما بيعرفوا، مهم من قلهم. هدول كان عندهم رئيس جمهورية اسمه موشي كاتساف قصر. صحيح. وأصله إيراني. طيب. هيدا لأنه تحرش بموظفة أنثى، حكم وبقي بالحبس يا ستنا من سنة 2011 لل 2016، 5 سنين بالحبس لأنه تحرش بموظفة. صحيح. رئيس جمهورية سابق. صحيح. كي. في إيهود أولميرت اللي نتذكره من غير شر. إيه. طيب إيهود أولميرت اختلاس. هلا نحن وعم نحكي، وين هو هلا؟ بحبس الرملي هلا نحن وعم نحكي. سجن ل 19 شهر بدءا من شباط 2016 لحد تموز 2017 بالحبس. تهم فساد. ليش؟ شو الحكم؟ اتهم بتهمتين. تهمي انه لما كان رئيس بلدية رادس عدل برخصة فندق لاحد اصدقائه تيزيد طابي وطلع له مقابيلة 500,000 شيكل، يعني 117,000 دولار. برئ من هالتهمة. بس حكم 19 شهر حبس، دخل ب 15 شباط 2016 حبس وبعده فيه هلا. لانه تلقى أثناء الحملة الانتخابية 60,000 شيكل تبرعا خارج النظام يلي بيرعى تمويل الانتخابات، يعني 14,000 دولار. يهود أولميرت حكم 19 شهر حبس وعم بيقضيهم هلا. مشان 14,000، لأنه إيه بتمويل حملة انتخابية. يعني نحن من غير شر بانتخابات بلدية حيلة يلبوا موسم معناها 14,000 دولار ما بيطلعوا أجار مندوبين من غير شر بانتخابات بلدية بضيعة وسط يعني. طيب لما هالفرق هيدا بنشوفه شو معناتها، مش للتندر أكتر من هيك. نحن بمسألة الفساد، مسألة النفايات، ما بعدنا ما هيدي قضية النوع. حكي وسمعته وأنا دوما كنت أقول هالشغلة، انه في رئيس جمهوري ورئيس وزراء فاتوا على الحبت الاسرائيلي وعلى السجن باسرائيل وكل كن سمعته. هلا خلونا نوقف هون، بدنا نبلش بثلاث شغلات. اول شيء بدي رد على مدام حاج، مدام حباش يلي بالامن العام وبتطلع على هالفضائيات. مدام انت اذا متجوزي، اذا بنت الحاج متجوزي بنت حباش، يعني متجوزي امرائنا نحن الامورنا. طيب شو عم تحكي بالاخلاق؟ أي أخلاق عم تحكي فيها؟ يعني هيك بتكمشي ولد كتب على الفيسبوك اتشرموت اللي عملوه أكثرية اللبنانيين، مش كلهم، نسوين ورجال بجنيف وبلندن وبباريس وعلى الكود دازور الريفيالا الفرنسي اللي أنا شاهد عليهم، شي بيخوف. ويني ملفاتك الأخلاقية؟ حيب تمرمي على واحد كتب على الفيسبوك شغلة. وإذا فعلا كتير كيمشي الأخلاق من شواربة بلبنان، هيدا مسمى ابنه باسل وهيدا مسمى بنته بشرة تيعملوا حماية. كتير بسيطة القصة، هيدا بيو توني بيكون بيو سليمان فرنجي وزير ونايب ومسمى باسل تيحمي حاله عن بيت الأسد، وهيدا وزير ونايب ومسمى بشرة يحمي حاله عن بيت الأسد، بيتجوزوا على بعض. أمني هذا الزواج ولو بواسطة الأمن العام، ديل ما تعملوا ملفات عن الأوادم
وتروحوا على صغرتي تبرموا تعملوا ملفات تسألوا عن الناس. ما عم نحكي لكن هني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعم نقلكن كل شيء. ولم بيجي هن أولاد هلا تيعملوا حماية زيادة بيسموا الصبي حسن والبنت نصر الله، إنه مستحيين بيشيلوا جلد الطيزن وبيحطوها على وجهن وما بيستحيوا. هلا مسيو مسيو شو هذا فرع المعلومات؟ يا حرام عليك يا حرام عليك يا وسام الحسن ويا وسام عيد، تعالوا تفرجوا على هالتهريجي. قول كم شو واحد سرق ونهب وما بعرف شو. طيب قول سرقوا لبنان، سرقوا لبنان هول شو يا شباب؟ شو سرقوا يا مسيو فرع المعلومات؟ انت بتقدر تعمل، انت ومدام حج ومدام حباش بتقدروا تعملوا تقرير صغير بسيط بابن الوفيق صفي؟ عم تبرم عهالي اذا سرقوا بالدنيا كلها؟ كل الوزراء ورئيس الجمهورية الياس الهراوي وعائلته، كل الوزراء اللي كانوا راكبين من رئيس الوزراء لرئيس مجلس النواب وكلن اللي راكبين سرقوا لبنان، من امين لحود وعائلته وكل الوزراء ورؤساء الوزراء ورؤساء المجلس سرقوا لبنان والمال لحوا معهم. تعرض لانت شوف اذا كنت ابضوي. خلصنا منه، وضحنا لكن هني. اذا بتريده هلا طلع بباريس قول 70 دولة، 70 دولة، 70 دولة أكترية سوريين بلادهم وحطين مصريات بالوول ستريت. بدهم مصريات قبل دول وأول شعوبهم. إنه بدنا حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إيه كلنا بدنا حل، بس بما إنكن 70 دولة وكبار قولوا لنا شو الحل وفرضوه. ما فيكم، مصريات كان أغلى من الأمم. مسيو بوتين 40 مليار تبعه أغلى من كل الأمم اللي شايفين أنتوا نفسكم فيه. طيب والله للفلسطينيين ليكم، روحوا تفرجوا على المخيمات بسوريا وبلبنان وبالأردن. المخيمات تفرجوا عليهم، دولة فلسطينية ما في. ايه بدهم يعطوك شقفة أرض، هالشقفة الأرض تعملوا فيها حكم زيته، عضوا فيها وعضوا لكن شيء 1500 سنة. حرب ما بقى فينا نعمل، تصليح ما بقى فينا نتصلح، تفوق علينا جماعة متفوقين علينا. اليهود كانوا بهالأرض من 5000 سنة صحيح، وكنا عايشين نحن اللي جينا بعد، لأن هني اللي كانوا موجودين بالأول، كان الدين اليهودي وبعدين جينا كلنا وعشنا نحن وياهم. هني بال5000 سنة اتعلموا وما نسيوا شيء واخذوا الخبرة. نحن بال5000 سنة مرسيدس ومارلبورو، وبدنا نضق بالنسوان وبالبنات ونحط سيجار بإيدنا ونمشي مشين المال. خسرنا نفسنا، لا تعبدوا ربان الله والمال، نحن عبدنا المال، هيدا الواقع اللي قدامني. دولة فلسطينية ما في، ممكن تتفاهموا معا، ما بيعطوكن ولا شقفة من القدس، نحن خسرانين وهني ربحانين. ما بتقبلها خذوا ظلم كل الوقت. إيران ما بترجع فشخة عن مشروعي، بهمة حملوا لي نظامي وبزللكن هالعرب كلهم. وعندن كتير ناس نفوس ميتة مثل حسن نصر الله بلبنان ومثل الحشد الشعبي بالعراق، وعندن باليمن الحوثيين وماشيين وبدن يكفوا فيه. ما حدا بيوقف هذا القهر والظلم، ورايحين على بؤس رهيب. حرب ما بتقوف إلا الإسرائيلي. ما بدنا نعمل هيك، نحن حرين. هلا بقول لشعبنا بسوريا، انا بطلب من المعارضة السورية قبل ما تعملي اي مفاوضات، تفرجي على المخيمات وتفرجي على وضع سوريا وتفرجي على المخيمات بتركيا وبالاردن وبلبنان وتشوفي شعب السوري كيف مزلول. اذا في مبادرة بدها تطلع منكم. الجولان ليس أرض سورية، قلت لكم إياها 1000 مرة لأنه ياسر عرفات تحدى فيها حافظ الأسد عدة مرات. الجولان ليس سوري، هو فلسطيني يعني إسرائيلي. هلا شو بدنا من الألفاظ؟ الكن الأقضية الأربع صحيح، الكن لواء الإسكندرون صحيح. إذا بكن تقدموا بعرض، ما قلنا أمل إلا بالإسرائيليين. الجولان نقبل أنه ليس أرض سورية وهي أرض إسرائيلية، وكانت قبل ما صار في دولة إسرائيل كانت فلسطينية وكانت انتداب إنجليزي،
واللغة الثانية بدنا نعلمها لأولادنا بعد العربية بدها تكون العبرية. وبنطلب بأي اجتماع، ما بقى نجتمع بحدا، لا بدي مستورة ولا بأمم المتحدة ولا بدنا حدا ولا بدنا السبعين المجتمعين بباريس، بدنا دولة إسرائيل. نقعد نشوف كيف بدنا نظبط دول الهلال الخصيب بالقرار الإسرائيلي اللي بيريدوه. ما عنا هالقوة إننا نحكيه؟ تفرجوا على الظلم وخدوا ضحك. ايه يجب ان يكون هناك حل بين الاسرائيلي. كل الناس بيقولوا هالكلام، مزيكي احبك احبك، بس مين ايه؟ ما حدا بيعرف. ولا تخلوهم بقى يضحكوا، لكن انتو السوريين يلي انتو قياداتنا السياسية بكن تقوموا تاخدوا موقف، والباقي كله كذب، كله كذب. هذا بكازاخستان وهذا كله كذب بكذب بكذب. الحل هان، هذا الواقع. وبدنا نعترف انه نحن خسرنا وهني ربحوا، وهني اقوى مني وهني اسكى مني وهني افهم مني. ما بدنا تحملوا تين تحمل. شي بيبكي شي بيحزن. ارجوكن القيادة السورية، ارجوكن قوموا 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 استقيزوا من هالنوم هذا كله، وإلا هيدي حرب رايحة 150 سنة. ما بترجع، ما بيرجع النظام الإرهابي بإيران فشخه مع ميليشياته الإرهابية، مع نظام الأسد الإرهابي، ما بيرجعوا فشخه. والعين فيه، إيدن فيه، متعاونين. إيه متعاونين وفايتين وبيجتمعوا كل شيء. لما بيعملوا أغلاط مثل الأستاذ لما بيعمل للتلميذ، أوعها بس يعمل غلطه، هيدي حدودك بتضل ماشي فيها هيك، بتجيب أكتر من حدودك بيخطو عايدو الأستاذ. هيدي هي كلها. ما بتحبوا تسمعوني، انتو حرين. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.